منذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم، وعظم الله أجوركم وأحسن لكم العزاء بأيام المصاب الحسيني. وهذه إطلالة صباحية متشحة بالأسى من صباحات حسينية مع الكوفة وتهمة الخيانة. في بطون الكتب الكثير من الحقائق المخبأة بين الأسطر والتي تحتاج لبحث وتحقيق. الكوفة وتهمة الخيانة التي لاحقتها على مر العصور، هل هي حقيقية أم أن الذئب ما زال ملطخا بدماء لم يسفكها تخاذل أهل الكوفة وقلة الناصرين للإمام الحسين عليه السلام؟ هل هو صنيعة أموية أم حقيقة ثابتة لا يمكن نكرانها؟ هذه التساؤلات نحاول الإجابة عنها في حلقة اليوم مع ضيوفي الأعزاء في الاستوديو، الباحث الإسلامي الشيخ جاسم الساعدي والباحث والأكاديمي الدكتور سعد التميمي. أهلا بكما وعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. عظم الله لكم الأجر وعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. نبدأ من شيخ جاسم. شيخنا، ما هي قراءتك التاريخية للواقع الديني في الكوفة؟ كيف كانت ملامح الأيديولوجية العقائدية للكوفيين، وأين تتجه بوصلة الولاء والانتماء لهم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، المنصور المؤيد الهاشمي والأمجد أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء نعزي إمامنا صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والأمة الإسلامية وجميع كادر قناة العراقية وسماحة الدكتور جناب المبارك رئيسنا شهادة المولى أبي عبد الله الحسين وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. الكوفة الحقيقة تعد في العالم الإسلامي أخطر مصر يعد في العالم الإسلامي، لأن الكوفة هي عبارة عن كشكول. الكوفة حقيقة تأسست كمصر لما مصرت من قبل سعد سنة 17 للهجرة، ونزلت جاليات في الكوفة، جاليات مختلفة. مثلا جئ من مكة والمدينة قرابة 8000 نزل الكوفة، اجى من أنباط الشام 12000 نزل الكوفة. وبالحقيقة لما أقرأ هذه الجالية التي نزلت الكوفة، مثلا مكة مدينة، يسأل الإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه، نعم، سئل لماذا جدك علي نقل خلافة من المدينة للكوفة، أنتوا ناس مدنيين يعني، نعم، لماذا جاء للكوفة؟ فأجاب بدموع جارية الإمام سلام الله عليه، قال ما في مكة ولا المدينة 20 رجلا يحبوننا أهل البيت. هذا رقم واحد. اجى من أنباط الشام قرابة 12000 نزل الكوفة، اجى من اليمن قرابة 10000 نزل الكوفة، اجى من فلول الجيش الساساني قرابة 20000 نزل الكوفة، 4000 منهم كان من الموالين بقيادة ديلم، ديلم أحد قواد رستم. أضف إلى ذلك نزل الكوفة 7000 يهودي وكانت في أيديهم مصانع الأسلحة. أضف إلى ذلك نزل الكوفة 10000 نصراني وكانت في أيديهم أسواق الصيرفة، ما يسمى اليوم عندنا بنظام البنوك. نعم. وحتى عبيد الله بن زياد اقترض أموال منها للصرافين لشراء الأسلحة من اليهود لقمع حركة مسلم بن عقيل صلى الله عليه وسلم. كشكول يعني، تنوع. كشكول، أحسنتم. أمير المؤمنين علي عليه السلام لما، هذا إجمالا طبعا، نعم، لما نزل للكوفة سلام الله عليه نظمها، نظمها عسكريا يعني، يقول إمام سبحها. عندنا للأسف بالجامعات ما يذكروها، يذكرون رأي زياد، زياد ربحها للكوفة، الإمام سبحها. عندنا بالجامعة ما يذكرون تسبيع علي بن أبي طالب عليه السلام. شو الفرق؟ هسه يجينا إن شاء الله من خلال بحث. حصر مواليه في السبع الثالث، مدحج وهمدان، قبيلة مدحج وقبيلة همدان. لما اجى زياد هذا غير التنظيم، ربحه. الربع الأول خلي عليه عمر بن حريث، عمر بن حريث هذا أشد الناصبية العداء للنبي وآل النبي. الربع الثاني خلي عليه خالد بن عرفطة، خالد بن عرفطة هذا حامل راية معاوية في عام الصلح. الربع الثالث خلي عليه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. أبو بردة هو هذا اللي يقبل إيده بالعادية الفزاري، أبو العادية الذي قتل عمار بن ياسر في صفين. والربع الرابع خلي عليه قيس بن الوليد بن عبد الشمس الأموي. الغرض من هذا التنظيم قبيلة راقب قبيلة، مجموعة راقب مجموعة. طبعا الشيعة موجودين لكن يعبر عنهم بالسبع. السبع يعني لما أجي أحسب عدد الكوفة آنذاك قرابة 70000 آنذاك المجتمع الكوفي لما تأسست لما مصرت، لكن العدد الأقل هم الشيعة كانوا آنذاك، الشيعة هم الأقل يعني يعد تقريبا 17000 أو 18000 من 70000. هؤلاء
كانوا في الكوفة. الحقيقة الاضطهادات اللي صارت وأنه تهيئة الحرب على الحسين عليه السلام ودخول مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه إلى الكوفة والذين بايعوا سيد الشهداء قرابة 12 ألف كتاب وكل كتاب مقعين باثنين وثلاثة الرسالة التي وصلت، فالحسين عليه السلام بعث مسلما سلام الله عليه أولا ليفحص الوضع وثانيا يأخذ البيعة من أهل الكوفة. هسه لعله سؤال يطرح هنا لو سمحت أستاذ زيد ويسمح لنا الدكتور، انه لماذا الحسين ياخذ البيعه؟ اصلا البيعه عندنا نحن بالنص ام بالشورى؟ شيخنا العزيز خلينا نجاوب على هذا التساؤل بعد ان ننتقل الى كربلاء وشبكه مراسلي شبكه الاعلام العراقي الى المشهد الكربلائي مع الزميل سمير الحميدي من باب طويريج. اهلا وسهلا بك زميلي العزيز، وعظم الله لك الاجر واحسن لك العزاء وانت بقرب حرم سيد الشهداء عليه السلام. صف لي المشهد لديك وماذا اعددت لنا في هذا الصباح، صباح يوم التاسع من المحرم، تفضل. تحية طيبة لك يا زميلي في الاستوديو ولضيوفك الأكارم وللسادة المشاهدين، ونحن نلتقيهم في هذه التغطية الإعلامية الصباحية من منطقة باب طويريج بالقرب من مرقد الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل العباس. هذه المنطقة منطقة مهمة حيث يفد إليها عدد كبير من الزائرين للتوجه صوب الضريحين المقدسين. ربما تكون وتيرة زيارة في هذه الساعات يعني تقل نوعا ما ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلا أننا نشاهد أن الإقبال والتوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة مستمر ولم ينقطع. نحن بالفعل اليوم دخلنا في ذروة الزيارة، اليوم هو اليوم التاسع من شهر محرم الحرام حيث تبلغ الذروة يعني تبلغ الزيارة ذروتها في ساعات المساء، أعداد كبيرة دخلت ليلة البارحة. الدوائر الخدمية أعلنت النفير العام، يعني خلف الكاميرا أشاهد سيارات البلدية تقوم بواجبها على أكمل وجه، أضف إلى ذلك إلى رجال المرور الذين يقومون بتنظيم سير العجلات وكذلك تأمين عبور الزوار ما بين هذه العجلات. الحمد لله هذا العام لا يوجد يعني قطوعات في الطريق، الطرق كلها سالكة، العجلات تسير بانسيابية عالية والزيارة تسير بسلاسة عالية. أيضا من خلال لقائنا مع الزوار ليست هناك أي معوقات لهذه الزيارة، على العكس هناك يعني خدمات مقدمة للزوار من قبل المواكب من قبل الدوائر الخدمية، والكل راضي عن هذه الخدمة سواء كان الزوار من داخل العراق أو من خارجه. طيب زميلي، مع وصول ذروة الزيارة وارتفاع حرارة الجو قد تحصل حالات تدافع أو حالات إغماء بسبب حرارة الجو والتدافع، ماذا عدت المفارز الطبية يعني الجانب الصحي؟ نعم، أعلنت دائرة صحة كربلاء عن خطة يعني صحية محكمة منذ بداية اليوم الأول من شهر محرم الحرام، حيث قامت بنشر المفارز الطبية على طول الطريق، أضف إلى ذلك سيارات الإسعاف التي تعالج أي حالة طارئة لا سمح الله في حالة وجود إغماء في حالة وجود إعياء عضلي، كلها منتشرة على طول الطريق. التقينا بالمفارز الطبية وهي تستقبل الزائرين الذي لديه تشنج، الذي يعاني من ارتفاع أو انخفاض في الضغط، الذي يعاني من مرض السكري، كلهم يخضعون لرعاية طبية من قبل دائرة صحة كربلاء التي وضعت خطة محكمة من خلال نشر مفارزها الطبية والمستشفيات الميدانية الموجودة في مدينة كربلاء المقدسة. شكرا لك زميلي سمير الحميدي من باب طويريج، وانتقل الى الزميل عمار حكمت من شارع باب بغداد. اهلا بك زميلي العزيز وعظم الله لك الاجر واحسن لك العزاء، واليوم هو التاسع من المحرم والليله هي ليله عاشوراء وحتما الليله ستبلغ ذروه الزياره، ما هي الاستعدادات والتحضيرات لاستيعاب اعداد الزائرين وتهيئه مستلزمات السلامه والجانب الصحي والخدمي؟ تفضل. نعم، بداية عظم الله لكم الأجر والثواب، السلام على الحسين وأخيه بالفضل العباس، السلام على كربلاء قبلة الزائرين. متواجدين حاليا مثل ما ذكرت حضرتك في شارع باب بغداد، أحد الشوارع الرئيسية المؤدية إلى العتبة العباسية مباشرة، أعداد
جدا كبيرة من الزائرين تتوافد إلى كربلاء المقدسة. وحقيقة اليوم هو يعتبر يوم الذروة بالنسبة لدخول الزائرين باعتباره يوم التاسع، ليلة التاسع من محرم على العاشر، وهناك استعدادات جدا كبيرة من قبل العتبتين هنا في كربلاء، ومن قبل المقيمين على العتبة، ومن قبل أصحاب المواكب المتواجدة هنا، انتشار أمني مكثف، استعدادات أمنية صحية خدمية متوفرة ومتواجدة في كل زاوية هنا، في كل شارع، في كل زقاق. كربلاء تستعد على قدم وساق لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزائرين والوافدين إليها اليوم. هناك تحضيرات واستعدادات عديدة بدأت منذ اليوم الأول من محرم الحرام ووصولا إلى اليوم الذي مثل ما ذكرنا ويعتبر الذروة. طبعا العديد من الجنسيات العربية والأجنبية يزورون ويتوافدون إلى كربلاء المقدسة لتقديم العزاء بهذا المصاب الأليم. من ضمنهم التقيت بالسيد حسن علي يعقوب من البحرين. عظم الله لكم الأجر والثواب. الله يعظم لنا وليكم الأجر في هذا المصاب الأليم، مصاب الإمام الحسين. رزية كربلاء أكبر فاجعة في التاريخ، أدمت القلوب، بحت الأصوات وهي تنادي يا حسين، ولا زالت تنبض بالحب والولاء والعشق الذي حملنا أن نأتي من البحرين إلى كربلاء في وقت قصير ووجيز. يعني حجزنا التذاكر اليوم، يعني أمس حجزنا التذاكر اليوم طلعنا، يعني فكانت الأمور ما هي مهيئة إلى قدوم كربلاء، حتى يعني أصبحنا يائسين. ولكن الحمد لله ببركات الإمام الحسين واشتياقنا إلى الإمام الحسين، الله وفقنا إلى هذه الزيارة. وأنا هذه أول مرة أزور فيها يوم عاشر الإمام الحسين عليه السلام، ووصلتني يعني أخبار أن هذا اليوم يوم روحاني، جو يعني يشعر الموالين بالقرب أكثر من أي فترات سابقة، فليه خصوصية هذا اليوم عندنا. طيب. أريدك تتحدث لي عن منذ دخولك إلى كربلاء لحد وصولك هنا، شون شفت الخدمات، التسهيلات بدخولكم، شون شفت اللي يقدم لكل زائر؟ يعني طبعا من المطار وصلنا التسهيلات على قدم وساق، يعني شفنا الفيزا مرينا بسرعة أمورها، يعني خلصنا، يعني احنا طايرين من الساعة 5 تقريبا وصلنا الآن إلى كربلاء، فوقت قياسي يعتبر، يعني في خطوط الطيران، في تسهيلات الطريق، بالإضافة إلى الشوارع والترحيب وكرم العراق وعطاء العراق، و يعني من خلال هذا الكرم يبين تعلق الشديد بالإمام الحسين والمحبة العظيمة إلى الإمام الحسين، فيخدمون الزائر من أعماق القلوب، وهذا الشيء اللي يريح الزائر. شرفتونا وإن شاء الله زيارة مقبولة. الله يتقبل منا ومنكم، مشكورين على هذه المقابلة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت أيضا من البحرين، ها؟ من البحرين. شون شفت أجواء دخولك هنا أول ما دخلت إلى مدينة كربلاء؟ كانت الأمور مسيرة والحمد لله، ما شفنا إلا الخير من الخدام الحسين. إيش تعني لك زيارة أبا عبد الله الحسين ودخولك إلى كربلاء؟ شعور لا يوصف، يعني إذا قلت لك يعني عشق زاد على العشق، عشق الطفل إلى أمه زاد هذا العشق للحسيني إلينا. يعني شرفتونا وأهلا وسهلا. أحفظك، الله يطول عمرك. السلام عليكم. أنت من وين حبيبي؟ أنا من ديالة. من ديالة. من ديالة. وقت وصلت كربلاء؟ والله البارحة العصر. شون شفت أجواء الزيارة ودخولكم والخدمة اللي تقدم لكم والتسهيلات؟ والله أجواء رائعة جدا لا توصف الكلام. جاي ويا عائلتك بوحدك؟ جاي عائلتي. نعم. اهلا وسهلا بكم وزياره مقبوله ان شاء الله. اشكرك. ممنون. عربي؟ نعم زميلي، ومثل ما شاهدنا. نعم. واستمعنا الى مشاعر الزائرين اذا كانوا عرب او عراقيين او حتى اجانب وهم يدخلون الى كربلاء العشق، كربلاء الحسين، ويقدمون التعازي بهذا المصاب الاليم. طيب. نعم. زميلي، ماذا عن قضيه نقل وتفويج الزائرين بعد اتمام مراسم الزياره؟
زميلي العزيز سمعتني، سألتك عن قضية نقل وتفويج الزائرين بعد إتمام مراسم الزيارة. أنا أشكرك كل الشكر زميلي عمار حكمت وزميل سمير الحميدي، شكرا لكما، سأتواصل معكما إن شاء الله بعد قليل. نرجع للاستوديو، كنا نتحدث عن الكوفة شيخنا العزيز، طرح التساؤل قبل ما ننتقل إلى المراسلين. أحسنتم، وصلنا لعله أنه إلى الإمام الحسين لما كلف مسلم بن عقيد نعم عليه السلام، قال له بعد أن وصلت الرسائل إلى سيد الشهداء عليه السلام قرابة 12 ألف رسالة وكل رسالة موقعين 2 و3، فقال يعني كلفه بأمرين، أنه يفحص الوضع السياسي ونفس الوقت يأخذ البيعة من أهل الكوفة. لعله كل قارئ يقرأ أنه يقول أن أصلاً البيعة للإمام الحسين عليه السلام هو منصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من بعده 12 سماهم بأسمائهم وكناهم بكوناهم صلوات الله عليه، فبالتالي كيف يأخذ البيعة الإمام الحسين؟ أصلاً هو يعني بائع من يعني من قبل يعني رسول الله، يعني كلف الأمة الإسلامية أن تتبع الأئمة من علي صلوات الله وسلامه عليه حتى أولاده الاثنى عشر عليهم السلام هم الأوصياء والخلفاء الحقيقيين. حسن. هنا بالحقيقة لما كلف مسلم بن عقيل بهذه النقطة، البيعة هي ليس منحا للولاية، إنما تعبير عن الطاعة. نعم. النقطة الثانية، حتى لا يقولون يعني مستقبلا أو أهل الكوفة أن الحسين فرض نفسه على أهل الكوفة، لما يطلون صوتهم للحسين هذا يكون أقوى لأهل الحق. هالمهمتين بالحقيقة هو الذي أرسل بها مصطفى العقيد صلوات الله وسلامه عليه، وجمع من هؤلاء بالحق قبل دخول عبيد الله ابن زياد، يعني من خلال الكتب التي أرسلت لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وخاطبهم وهم كانوا يخاطبون الحسين أن النعمان بن بشير والي الكوفة لا نصلي خلفه لا جمعة ولا جماعة فاقبل إلينا يرحمك الله، فبعث مسلما عليه السلام. بالتالي لما وصل الخبر إلى يزيد بن معاوية أن الكوفة سوف تذهب من بين يديك، استشار المستشار الرسمي للدولة الأموية، وهذه بالحقيقة كان المستشار آنذاك هو سرجون النصراني، وهذه البدعة ما ابتدى أحد، لا الخليفة الأول ولا الثاني ولا الثالث. يعني أن يجعل رجل سرجون مسيحي مستشار الدولة الإسلامية آنذاك، والمستشار اليوم بالحقيقة كل الأوراق مطلع عليها، نعم يعني كل الدولة. فاقترح عليه، قال يعني أفضل واحد يضبط الكوفة بعد زياد هو عبيد الله بن زياد، رغم أن علاقة يزيد مع عبيد الله بن زياد علاقة غير جيدة. شيخنا هذا الكلام طويل وله تتمة، خلينا ننتقل إلى الدكتور سعد التميمي. الرسائل كثر والكل ينادي اقبل يا ابن بنت رسول الله، ما الذي قلب المعادلة ولماذا تغير موقف أهل الكوفة، وهل تغير الموقف فعلا وانقلب أم أن هناك أسرار لم تكشف حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اسمح لي في البداية أن أرفع أحر التعازي والمواساة للرسول الأعظم ولسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء والأئمة الأطهار والإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء، بوصف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الإنسانية، وقيام الإمام الحسين هو قيام نهضة وتحقيق العدالة الإنسانية جمعاء. ولذلك هو عندما قال كلمته المشهورة: من رأى سلطانا جائرا إلى أن يصل يعمل في عباد الله بمطلق العباد، لم يقل في المسلمين ولا يقل في المؤمنين. فلذلك دائما هذه قيام أئمة أهل البيت هم رسل للإنسانية جمعاء للتحقيق العدالة. الرسائل مثبتة، و هذه حقيقة. ذكرنا أنا أوازي هذه القضية بين ولاية أمير المؤمنين في غدير خم، كان هناك تشير الروايات تصلها إلى 120 ألف إلى 70 ألف، لكن أقول بعد هذه كم بقي مع الإمام علي على هذه الولاية؟ هم قلة. والإمام علي يقول طريق الحق طريق موحش لقلة
سالكي. سالكي هذه قضية لابد نحددها، لكن لا نأخذ الأمر بالمطلق. هل هذا التحول بهذه الصورة في الكوفة دون أن تكون هناك أيدي يعني تتلاعب بالأشياء، يعني سماحة الشيخ أغنانا عن التفصيل في هذه الأمور، كيف كان التحول من يعني واقع الكوفة في عهد الإمام علي إلى واقع الكوفة في لحظة قيام الإمام الحسين ومجيئه إلى الكوفة. علينا أن نقف ونحلل هذه الأمور. الإمام علي عندما نقل الخلافة إلى الكوفة نقلها حتى يبعد أنه تعتاش الأمة الإسلامية على الاحتراب والسيف، أن تأكل من أيديها تزرع، لأنه العراق كان هو أرض السواد، كان يؤسس لدولة حقيقية. أسس الإمام علي دولة حقيقية، نظام الشرطة ودولة دولة بمعنى الدولة المعاصرة أسس الكوفة. ولذلك في خلافة الإمام علي كانت الكوفة عنوانها وهويتها هوية شيعية، لكن كان هناك ضابط، والدليل على ذلك لا يعني أنه نطلق هذا التسليم بأن هذا الولاء يبقى تماما، والدليل على ذلك أن بعض من قاتل مع الإمام علي في معركة صفين في لحظة التحكيم خرج، وخرج الخوارج، هذه المجموعة الأولى. بعد ذلك كانوا هناك قيادات في جيش الإمام علي في معركة صفين، بعد ذلك تحول إلى معركة إلى في صف جيش عبيد الله بن زياد، شبث بن ربعي وشمر بن الجوشن، ذولا قيادات مو مقاتل. يعني هنا ماذا فعل هذه المؤسسة الآن؟ إحنا الآن دا نتحدث في السياسة الحديثة، ماذا تفعل القوى الكبرى؟ ماذا تغير؟ كيف تغسل الأدمغة؟ كيف تصرف الأموال؟ معاوية بعد استشهاد الإمام علي وأيضا بعد استشهاد الإمام الحسن والصلح، هذه معاوية استغله ونكث حتى الصلح، يعني عامل أهل الكوفة معاملة يعني العصا والجزر، يعني العطاء. ولذلك واحدة من أسباب نهضة الإمام الحسين هو هذا، يقول يعمل في عبادة 20 عام. ماذا فعل معاوية؟ فعل 20 عام مثل الآن، نقول الطفرة الآن التكنولوجيا نقول في آخر 10 سنوات تتعادل العمر كله. ما فعل عبيد الله بن زياد هو أكثر مما فعله معاوية بن أبي سفيان. يعني هذه نقول العنف، ما أول ما عمل، تعرف إحنا البيئة العربية ما زالت لحد الآن العشيرة سيد الموقف فعلا. فلذلك استغلوا أول ما طلب أن يأتوا إليه برؤوس العشائر. بالتأكيد ليس كل مطلق، والدليل على ذلك من وقف بجنب وثبت قلة من وقف بجنب الإمام مسلم بن عقيل. فلذلك علينا أن ندرس المجتمع الكوفي بمستويات، ما نأخذ كتلة، لا نقول خان المجتمع الكوفي، لا نقول ثبت بالمطلق المجتمع الكوفي. دكتور، الرسائل التي بعثها أهل الكوفة للإمام الحسين هل كانت حقيقية أم كانت لتوريط الإمام الحسين؟ هذه الرسائل لا يمكن أن تكون بتوريط، وإنما كانت حقيقية، لكن النفس لوامة، الله سبحانه وتعالى متقلبة، لا يمكن من يثبت على الحق ويثبت. ولذلك الإمام الحسين في معركة الطف ماذا قال عن أصحابه؟ خير الأصحاب بالمطلق. بهذه القضية خير الأصحاب، يعني خير من أصحاب أبيه وخير من أصحاب جده. لماذا؟ هؤلاء لأن ثبتوا يعرفون أنه لا موت، شهادة. من حارب مع الرسول كان عند الخيارات، ممكن أن ينتصر، ممكن أن يستشهد، ممكن أن يأخذ غنائم كثيرة. مع الإمام علي أيضا الحالة نفسها، لكن الإمام الحسين
قال لهم الناس يطلبونني اتخذوا من الليل جملة. لكن ماذا قالوا؟ لو قتلنا وحرقنا 70 مرة ما تركنا. لما بدلنا من موقفنا. هذه القيمة، هؤلاء الخلص. طيب تقول ألا يوجد في الكوفة؟ لا، صحيح موجودين، أكو في كثير من الناس مغلوب على أمرهم. نعم. هم يشاهدون الإمام الحسين يقتل ويبكون، يشاهدون الإمام الحسين يقتل، ليس لديه الشجاعة. الإمام علي في خطبة الجهاد ماذا قال للأنباء؟ ماذا قال لهم؟ يعني وصل الإمام علي يقسم وهو لا يحتاج إلى القسم، وقال لهم ملأتم قلبي قيحة وجرعتموني نغبة اهتمامي أنفاسا. هذه أقف عند هذه الجملة. هذه هذا هذا نقول ماذا يفيد الندم؟ ما أهل الكوفة ندموا فيما بعد، وثورة التوابين دليل على الندم. فلذلك هذا موضوع يحتاج مثل ما تفضل سماحة الشيخ، يحتاج أن نقرأ بتأني. نعم. يعني أنا ضد القراءة التي تأخذ الكوفة بكفة اليمين تماما، والقراءة التي تأخذ الكوفة بكفة اليسار تماما. لا، يحتاج أن نقرأ ونفحص هذا التاريخ، لأن ما عمل في الكوفة عمل سياسي لها وكتاب مأجورين. نعم. والكوفة لها دور. يعني الكوفة مثل ما تفضل سمعت الشيخ، الكوفة امتداداتها ضحيتها النصارى فيها، واليهود متوطنون يعني بنوا، يعني عندما رحلوا من خيبر جزء من عندهم بني قريظة سكنوا أطراف الحيرة والكوفة. نعم. يعني الأديرة الآن حد الآن آثارها موجودة في أطراف الكوفة. لا يمكن، لكن عندما اختارها معتباطا الآن كل الأنبياء مسراهم ومرورهم في الكوفة، ومسجد الكوفة له وله دور مستقبلي أيضا. يعني دولة العدل الإلهي تعود من جديد إلى الكوفة، لكن علينا عاصمة الإمام المهدي عجل الله تعالى. يجب أن ندرس حالة الكوفة في لحظتها التاريخية. البعض يعني يمكن الآن يتعصب للكوفة آنيا، لا يريد أن يطلق الآن الكوفة غير ذيك الكوفة. لا يمكن أن نوازي هذه الكوفة بتلك الكوفة. الآن عندها مطلق الحرية، لا يوجد حاكم ظالم يرهبهم ويرغبهم ويغريهم وإلى آخره هذه القضايا. وأيضا يعني الإمام الحسين يقول عندما قال الناس عبيد الدنيا، عندما يختبرون الآن حتى بهذه اللحظة التاريخية، نقول حتى بهذه اللحظة التاريخية لا نريد أن نحكم على كل من خلنا نقول الآن ينصر الإمام الحسين في لحظة الآن حرية موجودة، لكن بمجرد أن يقع عليه الظرف الذي وقع عليه الآخر هل يبقى ثابت؟ بعضهم سيبقى ثابتا والبعض الآخر سيتراجع من اللحظة الأولى. هذه يعني الناس ما ممكن أن تكيلهم بمقياس واحد. هم لا نريد أن نضع الناس عامة الناس بمصاف أمتنا الأطهار. الإمام الحسين سأل البعض نحن من شيعتهم، قال لا تقل، قل أنت من محبينا. محبينا وموالينا. يعني الإنسان شو وقت يكون عندما لا يغوش، عندما لا كذا، هذا من المواصفات، هذه المواصفات. هذا اللي الذي يسير بنهجهم والذي لا يغش والذي لا يكذب والذي كذا، هذا تستطيع أن تقول هو الذي يثبت. ولذلك أيضا رواية أرجو لا أكون استطرت، رواية الإمام جعفر الصادق عندما قال أحد أصحابه لماذا لا تنهض، قال لو كان معي يعني بأصحاب بدر أو أصحاب الإمام الحسين لنهضت. قال لك كيف؟ فيعني امتحنه، قال انهض فارفي نفسك بالتنور. لحظة، هذه القضية. الآن اللي معتقد بهذه القضية يروح بنفس مطمئنة لكنه قال كيف يا ابن رسول الله؟ يعني هذه إذا يحتاج عندما نعود لا نذهب مع الآخرين. هذه الرواية علينا يعني البعض يخلط السم بالعسل، يقول من قتل الإمام الحسين؟
الشيعة قتل هذا التعميم الشيعة أهل العراق لا لا ليس القرار القرار أموي من الشام والقرار الآخر عبيد الله بن الزياد وأحيانا تأتي بأحد تضع خلينا نقول السلاح على رأسه تقول له اقتل ولا تقتل فهذه القضية بالتأكيد هذا الحكم عليه كيف راح يكون أن هذه القضية يجب أن نقف عندها نعم لدينا تقرير عن توزيع ملحق جريدة الصباح عن كربلاء والثورة الحسينية مع الزميل حسين محمد جريدة الصباح تخصص ملحقها الثقافي للثورة الحسينية والأبعاد الإنسانية لشخصية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وكيف عبرت ملحمة الطف الخالدة حدود الزمان والمكان فأضحت براسا لكل الأحرار في العالم بتوجيه من السيد رئيس شبكة الإعلام العراقي الأستاذ كريم حمادي تم طباعة آلاف الأعداد من ملحق جريدة الصباح لهذا اليوم والمخصص بالقضية الإمام الحسين عليه السلام والرسالة الحسينية من أجل رفع وعي المجتمع بقضية الحسينية وكانت حصة كربلاء 2000 عدد اليوم بدنا بتوزيعها اليوم بدأنا بتوزيع ملحق جريدة الصباح الرئيسية في مدينة كربلاء والملحق مخصص بذكرى استشهاد الإمام أبي عبد الله الحسين طبعا لاقى استحسان من المواطنين والزائرين تم توزيع ملحق الصباح مجانا على زائري كربلاء الذين أشادوا بمبادرة الجريدة في زيادة الوعي بالدروس الإنسانية التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في ملحمة الطف الخالدة ونصرة الحق على الباطل التفاتة جميلة من جريدة الصباح في إحياء شعار الإمام الحسين ومن ضمنها يعني المقتل مال الإمام الحسين مذكور في الجريدة وزيارة الإمام الحسين فالتفاتة جميلة جدا نشكركم على هذا الموقف الجميل في جريدة الصباح هذه أول مرة أشوف توزيع صحف تتكلم عن الحسين عليه السلام وهذا شيء جميل ممتاز توعية الناس محتاجين وشي أجواء الزيارة أنا أقول لك حلوة واجد حلوة حتى اللي يعني تلطيف الجو هذا يعني حق حق زوار الحسين واجد واجد يعني مواضيع منوعة ضمها ملحق الصباح تناولت مضامين الثورة التي قادها سيد الشهداء قبل 14 قرنا وما زال صداها يتردد في الآفاق ويلهم الإنسانية جمعاء طريق الثورة على الظلم والطغيان في كل عصر وزمان لقناة العراقية حسين محمد كربلاء المقدسة سادة المشاهدين الأكارم أهلا بكم من جديد وهذا الصباح الحسيني مع الكوفة وتهمة الخيانة جناب الشيخ إرسال مسلم بن عقيل من قبل الإمام الحسين عليه السلام ما حقيقة أن أهل الكوفة تركوا مسلما وحيدا أيعقل أنه لا يوجد شخص ذو مروءة من أهل الكوفة وهم قريبي عهد بأمير المؤمنين سلام الله عليه وهو قد اتخذ الكوفة مقرا وعاصمة لدولته الإسلامية نعم أحسنتم طبعا لما نأتي ونحسب الفترة بين شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى دخول مسلم بن عقيل هي قرابة 20 عاما هذه 20 سنة حقيقة ولو قرأنا ما قبل فترة دخول أمير المؤمنين إلى الكوفة صلى الله وسلم لابد أن نحلل المجتمع الكوفي ونفسية المجتمع الكوفي حتى نعرف النتائج التي خرج بها مسلم سلام الله عليه ولماذا ترك مسلم وحيدا ما في رجل يدليه على الطريق أولا لو أتي إلى خطبة أمير المؤمنين في النهج صلوات الله وسلامه عليه من خاطب أهل الكوفة المتخاذلين هؤلاء يقول لهم يا أشبه الرجال ولا رجال هسه ما أريد أقول لهم نساء يا أشبه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال لو أدتني لم أكن ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وعقب السدما إلى أن يقول لقد ملأتم قلبي قيحة وشحنتم صدري غيظة
المجتمع الكوفي مولانا لما أتي نحسب حتى الذين وقفوا بوجه الحسين السلام الله عليه، أستاذ زيد شاطرني يمكن الدكتور، كم الأعمار التي وقفت بوجه الحسين عليه السلام؟ من هنا راح تتضع عند الصورة بالحقيقة. الأعمار التي وقفت بوجه الحسين، أبو العشرين سنة وقف أستاذ زيد أم لم يقف؟ وقف لا ما وقف؟ عمره 20 سنة وقف بوجه الحسين. أبو 30 سنة وقف بوجه الحسين، طبعا 21 22 25 موجود بس أنا للاختصار. أبو 30 سنة وقف بوجه الحسين، أبو 40 سنة وقف بوجه الحسين، أبو 50 سنة هم وقف بوجه الحسين، أبو 20 سنة سنة 61 للهجرة، قول 60 حتى الحساب يصير عدل، هذا يا مواليد مولانا، مواليد إيش قد؟ مواليد 40 صح؟ أبو 30 سنة عمره 30 سنة يا مواليد، هذا مواليد 30، أبو 40 سنة يا مواليد، مواليد 20، أبو 50 سنة يا مواليد، مواليد 10. رسول الله انتقل للرفيق الأعلى أوائل السنة 11، يعني ذولا لا سمعوا حديث للنبي، لا من قبل علي بن أبي طالب ولا من قبل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. بالتالي أمير المؤمنين يدخل للكوفة يجدهم يصلون صلاة النوافل الليلية رمضانية يصلوها جماعة. الإمام نهاهم قال إني أراكم تصلون نوافل الليلية الرمضانية سماعة، لا الجماعة لا تصلوها جماعة بل صلوها فرادة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وآله، يقومون جماعة من جوانب المسجد ويقولون واسنة فلان. بالحقيقة ما كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وآله، كل قال الأول قال الثاني. بالتالي أمير المؤمنين كيف يعالج هذا المجتمع وما أن دخل كوفة دخل في 3 حروب، دخل يعني الجمل، كان الضخ الإعلامي كبير عليه، دخل الجمل ودخل صفين ثم دخل النهروان صلوات الله وسلامه عليه. يعني زين من أمير المؤمنين عليه السلام أنه خرج بهذه المجموعة لقتال معاذ بن أبي سفيان أو في الجمل أو حارب الخوارج في النهروان. ومسلم بن عقيد صلوات الله وسلامه عليه لما دخل إلى الكوفة، يعني السيد محمد باقر صدر رضوان الله تعالى عليه بالحقيقة يبين في كتابه يعني الحسين، يكتب قصته الأخيرة، يبين أخلاقية الهزيمة لأهل الكوفة، يقول هؤلاء مهزومين من الداخل، حتى شريح القاضي، شريح القاضي لما حاصر القصر عشيرة هاني بن عروة المدحجي رضوان الله عليه، حاصروا القصر وعبيد الله بن زياد قال له ما الخبر؟ قال له جت عشرة هاني، قال له أبلغهم بأن هاني موجود بالقصر، ماكو شيء، مجرد عنده لقاء، يعني اليوم يأتيكم في الليل، يعني بس ينتهي اللقاء يرجع لكم، لكن أنت حتى لا تكذب ادخل على هاني وشوفه حتى يقول أنه موجود هو، حتى يكون يعني صور، شوف عبيد الله بن زياد يعني في كل خطواتك كأنه متدين هو، يعني قال له حتى لا تكذب. فدخل شريح الى المعتقل اللي داخل القصر في الكوفه، صور هانش قال له، قال له يا شريح قل لي عشرتي 10 يدخلون الى القصر ينتهي عبيد الله، 10 فقط، هم 4000 واحد وقفوا وطوقوا القصر، 10 يدخلون الى القصر الى قصر الكوفه ينتهي عبيد الله بزياد، ما في شرطه. شريح خرج من طل من فوق القصر يقول كنت، شوف اخلاقيه الهزيمه اللي شرها السيد، كنت ان اقول ما بلغني بهاني لكن كان الشرطي بجنبي فخفت منه، أشوف أخلاقية الهزم. طيب ما بالك لهؤلاء؟ طبعا هددهم بجيوش الشام، كذب، ماكو جيوش الشام، يعني كون جيوش الشام أقبلت، وحتى الذين قتلوا أنه أهل الشام الذين قتل الحسين، لا مو أهل الشام، نعم جاليات من الشام نزلت في الكوفة فاعتبروا هؤلاء شاميين، جاليات نزلوا في 17 للهجرة، يعني أيام سعد بن وقاص حينما مصر الكوفة، حينما أسس الكوفة كانت تسمى كوفة الجند بالحقيقة. فبالتالي هناك من تأتي إلى زوجها تأخذه من هذا الذين وقفوا به، هناك من تأتي إلى ولدها تأخذه ولا وما لنا والدخول بين السلاطين، هي هاي اللي عمت علينا بالحقيقة، ما لا كل ما تحكي لك ما لنا الدخول بين السلاطين، إلى أن يعني تلعب فينا أمريكا وإسرائيل بالحقيقة، كل ما نتدخل كل ما نحكي ما لك والدخول بين الوقوف على التل أسلم حقيقة، ما هذا التل الوقوف أسلم، بالتالي العقيدة راح تنسحب من تحت أقدام ما جرى على مسلم العقيد صلوات الله وسلامه عليه، يعني يصلون خلف 3000 صلاة المغرب، ينتهي من صلاة المغرب 30 رجلا، يفرغ من صلاة العشاء ما في رجل يدلح على الطريق، الإعلام كان يلعب دور أستاذ زيد في 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 ذيك الفترة، الأموال التي ضخها عبيد الله بن زياد في ذيك أموال كثيرة، وهناك بالحقيقة مسألة ترغيب وترهيب في نفس الوقت، إنه أقبل الجيوش الشام عليكم سوف يصنعون كذا وكذا الخوف وكذا والطمع.
بالتالي انه هؤلاء المجتمع الكوفي بالحقيقه اللي هو عباره عن كشكول، القسم من اتباع مدرسه البيبل، على واحد يسال يقول طيب الشيعه وين اللي عبرت مثلا قبل قليل السبع، قسم من عندهم سفروا، قسم سفر الى الموصل والقسم الاخر سفر الى خراسان، القسم الاخر من تهجير قسري بالقوه بلي، القسم الاخر اعدموا مثل عماره بن صلخه بالازدي رحمه الله عليه، عبد الله بن عمر الكناني، العباس بن جعده الجدلي، هذا غير مسلم، مهان بن عروه، يعني اعتقالات من جهه، تسفير من جهه، اعدامات من جهه، سفروا قرابه 12,000 12,000 سفروا تقريبا من الكوفه، يعني لم يبقى، والقسم الاخر غير ديموغرافي حيله بينهم وبين الحسين، بني غاضره، بني غاضره هي عشيره بين الكوفه وبين كربلاء، ارادوا نصره الحسين فتصدت لهم قوات عمر بن سعد فمنعتهم من المشاركه، وكثير جاءوا لقتل الحسين بعنوان مرتزقه، كثير نساقت مجموعه يسمون ذول اهل الربع، وصلوا الى الطف لقوا الحسين مقتول، هسه وصلوا يوم 11 يوم 12 لقوا المعركه منتهيه، راحوا العبيد الله بن زياد الى الكوفه، دخلوا عليه قالوا له يعني يا امير احنا جينا نكون نشترك بهذا القتال وما حصلنا شيء بالحقيقه فما نرجع هكذا، يقول فاقنعهم ابن زياد بان يعطيهم كل واحد ربع دينار، فسمي باهل الربع شمر ابن ذي الجوشن او سنان، يقول له املأ ركابي فضه او ذهب اني قتلت السيد المهذبه، قتلت خير الناس اما وابا، عامل الماده لعب دور، عامل الطمع لعب دور، الترهيب لعب دور، القسري يعني الشده التي استخدمها عبيد الله بن زياد مما جعلت هؤلاء يعني لا يخرج احد، حبيب الصور في روايه انه يوم تاسعاء وصل للحسين حبيب، كان حيلة بينه وبين الكوفة، طوقت لا يخرج رجل من الكوفة بصحبة الحسين إلا بصحبة جيش عمر بن سعد، حتى حبيب بعث غلامه قال له اذهب إلى آخر بستان من الكوفة، حضرت جوال يعني، نعم حضرت جوال، نعم بالتالي أخذ يتكتم ليلا رضوان الله تعالى عليه حبيب، حتى طال الانتظار بهذا العبد إلى أن وصل إليه حبيب وذهب إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه، فكثير هناك حيلة بين الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبين من أراد نصر السيد الشهداء عليه السلام، وهذا أيضا يربطنا بالحقيقة بموقف الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن هو سهيم وشريك بواقعة الطف، يعني الإمام الحسن لو لم يصالح لم يخرج الحسين بسبعون رجلا، يعني لو كان مستمر بالقتال يمكن ما في رجل يخرج مع الحسين صلوات الله وسلامه، نعم. هذا بصلح الإمام الحسن، نعم. خير السبعين رجل كما قال كثير من علمائنا الأعلام، فبالتالي أقول أن مسلم العقيل عليه السلام، مسلم لما بعثه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بعثه على ضوء الكتب التي أرسلت لسيد الشهداء عليه السلام، لأن الحسين أصلا هو في المدينة وما خرج من مدينة جده رسول الله، نعم. إلا أن وصل الكتاب يطلبون البيعة من سيد الشهداء عليه السلام، نعم. والوليد بن عتبة بن أبي سفيان عرض عليه البيعة، رفض سيد الشهداء قال مثلي لا يبايع مثله، ثم اتجه إلى مكة وبقى فترة في مكة، خرج 28 من رجب وصل 3 شعبان تقريبا 5 أيام، بعد ذلك مكث هذه الفترة في مكة سلام الله عليه، بعث يزيد ابن معاوية 30 رجلا من مردة بني أمية قال أتوني بالحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، زين في نفس الوقت جاءت الكتب للإمام الحسين، يعني بينك ما بين الله، نعم. وسماحة الدكتور يعني لعله شاطرني بهذا الرأي، يعني لو الحسين ذهب إلى اليمن أو ذهب إلى دولة أخرى بكرة ما يلام الحسين؟ مو هاي كتب دزولك 12,000 كتاب، 12,000 كتاب، ليش ليش رحت لليمن مثلا او ليش ذهبت الى مكان اخر؟ اتحملوا مسؤوليه انه اذا ما تجي كانما انت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. احسنتم احسنتم، عدم مناصرتنا يعني. فبالتالي قدم الحسين سلام الله عليه وبعث سفيره مما جعل سرجون، يعني وصلت الى انا سرجون بالحقيقه وكان كل المداخله من قبل الاخوه. فبالتالي انه سرجون قال له لا يصلح بضبط الكوفه، يعني الكوفة أخذت من بين أيديهم، هذا سرجون إلا بقتل الحسين، نعم إلا بقتل الحسين بلي، يعني لا يصلح بضبط الكوفة بعد زياد، لأن هو يعلم أن زياد أن عبيد الله بن زياد علاقته مع يزيد غير جيدة، غير جيدة، نعم. وهذا عبيد الله ترى صغير السن، يعني 30 عام تقريبا عمره، 30 31 سنة، في رواية وجدتها 22 لكن خلال التحقيق وجدتها أنه لا 30 أو 32 سنة، نعم. فبالتالي سرجون ماذا صنع؟ قال له حضرة الخليفة أنه لو الآن خرج أبيك معاذ بن أبي سفيان من قبره وأشار إليك بأنه لا يصلح بضبط الكوفة إلا عبيد الله بن زياد، ماذا تقول؟ قال لا أخالف أمر أبي، مولانا رأسا مديدة بجيبه طلع كتاب، بس هذا الكتاب منين جابه ما أعرف في الحقيقة، ما وصلت إلى النتيجة، مكتوب لا يصلح بضبط الكوفة بعد زياد إلا عبيد الله بن زياد، هذا طام مقدمة هو، فوافق قال فليأتي من البصرة، لكن
عليه أن يدخل الكوفة قبل قدوم الحسين. إذا دخل الحسين للكوفة أخذت الكوفة من أيدينا. وبالفعل جاء بخمسين فارس بأجمعهم قيل ماتوا بالطريق من العطش، إلا اثنان أو ثلاثة وصلوا مع عبيد الله بن زياد ودخل بصورة الحسين صلوات الله وسلامه، والقصة معروفة عند المجتمع الإسلامي. بالتالي تغير هالموقف هذا بيومين ثلاثة. بالحقيقة تغير مسلم، غير مكانه أصلا، نازل في دار المختار ابن أبي عبيدة الثقفي رضي الله تعالى عليه، حول مكانه إلى دار هاني بن عروة المذحجي. وجرت القصة حتى أرادوا اغتيال ابن مرجانة، لكن هذا ليس ديدا بني هاشم، لما اتفق شريك البصري مع هاني مع مسلم بن عقيل لما أجوا وقال له ادخل بالكوة راح يجاني، لأن كان شريك مريض فصار تقول هاني مريض، هو كان شريك مريض شريك البصري، وهذا كان بالبصرة يعني خلي يعني والي بالبصرة والي يزيد، فكان عيادته يعني هنا. فقال له راح يجي انت ادخل بالخزانة، الخزانة بها كوة، انت انا راح انزع ما انت خليها على الارض، انت جرس سيفك وقتل العبيد الله بن زياد. بالتالي اجى قعد هذا سمع صوت الجلبة، جلبة الجيش مالت الحماية، قال له ادخل يا ابن عقيل. دخل مسلم سلام الله عليه، قعد هذا نزع الإعمامة ما تحرك مسلم بن عقيل، أي صاح ما الانتظار بسلمى لا تحي، ما الانتظار يعني مش منتظر انت يعني اخرج، اي صاح اسقونيها ولو كان فيها حتفي. نعم ما طلع. هاي سيد الخوي على الله مقامه الشريف له تحقيق كامل بحقيقة بين حيرة المؤرخين هاي يعني ليش مسلم ما طلع. فبالتالي ابن مرجانة راح التفت هاني وشريك البصري قال له يا ابن عقيل لماذا لم تنفذ يعني ليش ما نفذت؟ قال له لما دخلت انا تذكرت قول علي، قول رسول الله عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المؤمن قيد الفتك، المؤمن لا يفتك لا يغدر. هذا مو ديدن بني هاشم، هذا ديدن الجبناء أن يأتي إنسان من الخلف ويضرب. بالحقيقة أخلاق أهل البيت بلي. وبالتالي لو مسلم قاتل غيلة لا قام الدنيا ما قعدوها على مسلم، هو هيك ما سلم مسلم. أكو ضبابية على هذه الشخصية العظيمة بالحقيقة. فبالتالي أنه مسلم عليه السلام، عبيد الله بن زياد أيضا رجل ذكي يعني مو إنسان اعتيادي، هناك أكو مستشارين بالحقيقة كان في نفس الوقت إلى أنه عنده قراءة للمجتمع الكوفي، والمجتمع الكوفي قلنا هو كشكول. مضاف إلى ذلك هي الأخلاقية اللي أخلاقية الهزيمة اللي موجودة في داخل هؤلاء هالتقلبات. يعني أنت تبايع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لماذا أصبحت هذا الانقلاب مولانا؟ لأنه السبب واضح، أنه المجتمع الكوفي كان يعترفون بعلي عليه السلام خليفة مثل باقي الخلفاء. يعني ما يعترفوه مثل جنابك مبارك، مثل جناب الدكتور المشاهد الكريم. بالحقيقة أنت إيش تعرف اليوم بعلي بن أبي طالب؟ هسه أقول لك أنت شيعي والبلاء الشرف إمامي بلاء 12 بلاء، إيش عندك علي بن أبي طالب؟ يقول إمام معصوم منصوب من قبل الله عز وجل مفترض الطاعة حجة على الخلق ولا يناقش. سابقا لا مولانا، كان يناقشون الإمام سلام الله عليه، يقفون بوجه الإمام. أبي خالد الكابلي يدخل على الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر يقول له يا أبا خالد إن جدي علي بن أبي طالب قاتل عندكم بصفين ولم يعرفه 40 رجلا. قال كيف؟ ماذا بن عم الرسول زوج البتول أبو الحق؟ قال له لا، مو المقصود المعرفة النسبية. نعم ماكو واحد ما يعرفه نسبا، المعرفة الحقيقية. شمر ابن الجوشن يجلس على صدر الحسين يقول له أذبحك وعرف أنك ابن فاطمة. المقصود تعرفوهم المعرفة العقائدية. شنو العقائدية؟ إمام معصوم مفترض طاعة حجة على الخلق لا يناقش. ما كان يعاملون الإمام سلام الله عليه يعني تصور إمامك أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة يقول مثلا أمهات الأولاد يقولهم في باب أو مثلا صلوات الله وسلامه عليه لما يشوفهم يصلون صلاة التراويح يقول لهم أنا أنهيكم عن هذه الصلاة، يقوموا له يقولوا له يا علي إن رأيك مع الجماعة، يا علي مو بكنية أمير المؤمنين، يا علي إن رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. صور يعني. أضف إلى ذلك برير ابن خضير الهمداني يخاطب هؤلاء الذين وقفوا على نهر الفرات اللي منعوا الحسين من الماء، قال ماذا برسول الله ابن الزهراء اسقوه ماء بالله عليكم. شنو كان خطابهم؟ قالوا لا يعطش الحسين كما عطش من كان من قبله. من قبله منه ثالث، ونحن جئنا بأخ الثار عثمان بن عفان. حسن الحسين ما لهم ذنب بقتل الخلفة الثالث، بالعكس هم الحمو الثالث. أمير المؤمنين بعث الماء بيد الحسن والحسين وجاء وقف في باب دار الخلفة الثالث، لكن المصريين صعدون فوق السطح وقتالوا الثالث. أضف إلى ذلك الذين خاطبوا الحسين، هاي يعني في صلب الموضوع بالحقيقة. يجيك واحد يقول لك شئت قتلته تبشون عليه، كذب هذا بالحقيقة. الذين خاطبوا السيد الشهداء ماذا قالوا؟ قالوا نقاتلك بغضا لأبيك علي ولما صنعه بأشياخنا يوم بدر وحنين. إذا من شئت شلون يخاطبونه؟ خطاب الإمام الحسين، قضية ثارية. خطاب الإمام الحسين لجيش عمر بن سعد، القصة عند الجميع معروفة. قال يا شيعة آل أبي
سفيان يا اخي مو شيعة علي اللي قتلت الحسين. لا يضحكون على الاذقان. نعم الكوفه قتلت الحسين. من هي الكوفه؟ كون نجي نفصل الكوفه والجاليات اللي نزلت بالكوفه، الاحزاب الموجوده في الكوفه، حزب الزبيري، حزب العثماني، الحزب الخارجي، الحزب الاموي. اخطر مصر استاذ زيد في العالم الاسلامي هو مصر الكوفه، اخطر مصر بالحقيقه. وكان كبير يعني، يعني رقعه جغرافيه كبيره، بلي يعني بلي كبيره واشكال بالحقيقه متنوعه يعني. قلت لك من اليمن، من المدينه، من مكه، من مصر، من الشام، لان مثل ما تفضل الدكتور انه بلاد السواد، انه بلاد فيه نهر فيه زراعه، فاستوطنت الناس تدور على عيشتها بالحقيقه. نعم. فكان عباره عن كشكول، هذا ما جعل بالحقيقه ان لن تنسجم الافكار. وحاول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو حرم امير المؤمنين، الكوفه يعتبر حرم لله، حرم وهو مكه، وللنبي حرم وهو المدينه، ولعلي حرم وهي الكوفة. الكوفة والكوفة هي عاصمة الإمام صاحب الزمان صلى، ولأهل البيت حرم وهي قم المقدسة. فالحقيقة أنه الكوفة ما ممكن أنه تكون هي اليوم المجتمع الكوفي هو الذي، والحسين دعا على أهل الكوفة وعلي بن أبي طالب، هذا كذب محض. نعم حقيقة. نعم. بحق أهل الكوفة. نعم هؤلاء الذين وقفوا بوجه علي صلوات الله وسلامه يخاطبهم بهذا الخطاب المؤدب، لقد ملأتم قلبي قيحة وشحنتم صدري غيظا. عندنا تقرير من كربلاء عن ركضة طويريج مع الزميل حسن المحنة. منذ اليوم الأول من محرم الحرام إلى يوم عاشوراء تنظم أطراف كربلاء المقدسة مواكب عزائية كموروث شعبي حسيني، تنزل بشكل عفوي وتقسم إلى مجموعات تردد أبيات شعرية ترثي بها شهداء واقعة الطف وتنتقد سلبيات المجتمع وتدعو إلى إصلاح الإنسان. أكثر الأبيات هي نصرة لأبي عبد الله الحسين ونصرة للإمام المهدي عليه السلام. أما الإمام المهدي عليه السلام ينتظر من هاي محبينه وشيعته النصرة لنصرة الحسين عليه السلام. الاستعراض يعني شعيرة من القلب، يعني كل ما يهسك كل خطوة اللي دي يخطوها هذه شعيرة كل إنسان عنده ذرة في حب الحسين. رغم كثافة الزائرين فإن إدارة العتبات المقدسة توفر مسارا مؤمنا لدخول المواكب الحسينية التي يشترك فيها الصغير قبل الكبير. هذه المواكب متوارثة من جيل إلى آخر لإظهار مظلومية أهل البيت عليهم السلام. عبر التاريخ معروف من أول يوم محرم لغاية العاشر يقام العزاء والمواكب والهيئات من قبل أهالي كربلاء حصرا، يعني أساسها أطراف كربلاء السبعة المعروفة التي تتكون منها أو يتكون منها مركز مدينة كربلاء. ومنذ عقود اعتاد الكربلائيون على تنظيم مواكب عزائية تجوب شوارع المدينة القديمة ليستعرضوا واقعة الطف وانتصار الإنسانية على الظلم، تلقى فيها أبيات شعرية إصلاحية. لبرنامج صباحات حسينية، حسن المحنة، كربلاء المقدسة. شكرا للزميل حسن المحنة من كربلاء المقدسة لإعداده هذا التقرير. دكتور سعد، والي الكوفة عبيد الله بن زياد المحرك الحقيقي للحرب بعد الجلبة التي حدثت في الكوفة، يا ترى كيف استطاع لملمة الانتفاضات وقلب المعادلة وإظهار أهل الكوفة بلباس الخونة والغادرين؟ عبيد الله بن زياد ليس واليا اعتياديا، يعني اختياره حتى وان لم تصح الروايه انه معاويه
أوصى به، فهو رجل مخاتل، رجل متلون. والدليل على ذلك لاحظ هذا الدهاء اللي تميز به، دهاء معاوية عمرو بن العاص، هذا المعسكر كله، دخوله إلى الكوفة كيف كان هذا الدخول؟ لاحظ هنا دخوله بهيئة الإمام الحسين، حتى أنه كان دخول تفاجأ النعمان بن البشير بحيث سلم له، قال ده هذا الدخول، دخولك هذا دليل على أنه أنت القادر على لملمة هذه الكوفة، وكان يلومه على أنه هو ترك لي أتباع الحسين ومسلم بن عقيل أن يفعلوا ما يفعلوه. فلذلك عمل في اتجاهات كثيرة، يعني وكأنما كان هناك مخطط عند دخوله، مدخل وبدأ يفكر. أرسل عنده خطة مسبقة جاي ينفذها، ليس اعتباطا أن يأتي بعمر بن سعد. عمر بن سعد من زمن معاوية كان يطمح بولاية الري، ويكاتب ويكتب حتى ينافق على واليها النعمان بن بشير لمعاوية يكتب، ما كان معاوية يعني يسمع له. لكن عبيد الله بن زياد أول ما جاء بعمر بن سعد وكلف، هاي أول قضية، تأسيس جيش، وبلغ أنه يختار الجيش من يروح للقبائل قبل ما يتحركون عليهم المختار ومسلم بن عقيل، وخذ من الأموال، ميزانية مفتوحة، أنت تقول للإنسان ميزانية، وأيضا التهديد بأنه لأنه هناك جيش الشام قادم، يعني بين مطرقة وسندان، جيش من الكوفة، هناك جيش بالمنجنيق وبالكذا وإلى آخره، يعني فد صورة أسطورية لهذا الجيش، تهويل. تعرف عندما نتحدث الآن إشاعة، إشاعة، هذه أيضا إشاعة، إشاعة عندما يعني تنتشر في المجتمع ماذا تفعل فيه. ومثل ما قلت هناك أحيانا في المجموعة شخص أو شخصين ضعيف يسحبون الشخص المتردد ويؤثرون على الشخص الثابت، لا ينجو منها إلا الثابت تماما في هذه القضية. ماذا فعل بهؤلاء؟ أيضا القضية الثانية، قال المختار، كيف لاحظ يعني ترك أنه جرد الخطة، يجرد مسلم من كل من حوله ويأتي بمسلم، وهذا ما فعل المختار، سجن، سجنه عبيد الله بن زياد. والمعروف بأن المختار هو كان يعني استقبال مسلم بن عقيل، ذهب إلى القبائل العربية الذين أيضا، تأكيد على كلام سماحة الشيخ، مصطلح عجبني مال كشكول للبصرة، عفوا الكوفة، يعني بعض القبائل بالأطراف قالوا نذهب إلى الكوفة، يعني تشكيك بالكوفة، يعني موقف الكوفة. وأرجو أن أنا أتكلم عن الكوفة مو بالمطلق، أكد على كلام، ما نتكلم عن مطلق الكوفة، عن اللي موجودين اللي مواقفهم متغيرة، لأنه الكوفة لم تكن أغلبية شيعية، حتى في زمن الإمام علي خليفة هناك قد تكون أصوات تضمر حقدها وموقفها من الإمام علي، وخطبة السيدة زينب بعد واقعة الطف، يا أهل الختل والغدر، يا أهل، يعني لا نذهب، يعني احنا نريد ندفع هذه المقولة عن مدينة، احنا ما نقول بالمطلق بتلك اللحظة هذا الحكم عليها، نروح نشكك بكلام، يعني أحيانا البعض يشكك، مثلا يقول ما ممكن الإمام علي يقول عن أهل العراق، يشكك بكلام الإمام علي، وهذه طامة كبرى أن تشكك بكلام الإمام علي وهو في نهج البلاغة. فلذلك أقول نجح عبيد الله بن زياد، لماذا نجح؟ لأنه اشتغل معه فريق يعمل، يعني أتى
برجالات يعني القبائل، أغراهم بالمال، وفي الوقت نفسه هددهم بالقتل. قال لعمر بن سعد: خبر هؤلاء الذي لا يكون معنا سيلقى حتفه. يعني رجل ليس لاحظ من وقف في مسجد الكوفة؟ ميثم التمار. نعم. هذا الثابت، هذا النموذج. كم هذا النموذج؟ يعني كم نجد مثل ميثم التمار؟ لكن هناك ناس في لحظة ما يصيبها الضعف. نعم. سليمان بن صرد. نعم. سليمان بن صرد صاحب ثورة التوابين في حادثة الطف لم يكن موجودا. فأقول الآن فعل عبيد الله بن زياد الآن يعني مثل ما نواجه الآن هذه السياسة والتشويه، كيف الآن مثلا خلنا نقول الدول اللي هي هذه الكبرى التي تريد أن تستعمر الشعوب والأوطان هي تهدد وترغب ما فعله عبيد الله بن زياد وهذا. فقدم عمر بن سعد وشمر بن الجوشن وشبث بن ربعي وأسماء لها يعني كقيادات، حتى نكون موضوعيين، كقيادات عسكرية ليست قليلة هؤلاء. هذا الجيش الذي وقف، لكن الإمام الحسين هو حديث جدة، يعني مو فقط قضية الكتب، إذا كانت الكتب أو لم تكن الكتب، هذا اليوم موعود فيه. لكن كل هذا إلقاء الحجة على الكوفيين. نعم. يعني عندما دكتور دعني أذهب إلى شبكة مراسلي شبكة الإعلام العراقي من كربلاء، الزميل عمار حكمة من شارع باب القبلة، فإلى هناك. أهلا. الأجر ما نعم بداية لديك. نعم بداية عظم الله لكم الأجر والثواب، مستمرين في تغطياتنا لزيارة يوم العاشر من محرم الحرام هنا في كربلاء المقدسة، وبالتحديد من شارع العلقمي قرب العتبة العباسية. أعداد كبيرة، أعداد في تزايد بالنسبة لعداد الزائرين والوافدين الداخلين إلى كربلاء المقدسة من خلال عدسة العراقية، واضح من خلفي الأعداد الكبيرة التي تدخل إلى المدينة في هذا الوقت الذي يعتبر هو وقت الذروة لدخول الزائرين لإحياء مراسيم يوم العاشر من محرم الحرام. الاستعدادات على قدم وساق، حقيقة جميع الجهات المعنية بالزيارة في مدينة كربلاء حاليا هم على أتم الاستعداد، والتحضيرات مستمرة وقائمة. أنا إذا تسمحوا لي نحب نسلط الضوء على المتواجدين حاليا في هذا المكان، واللي هم مستمرين في تقديم الخدمة والمساعدة ومعالجة أي طارئ. عظم الله لكم الأجر والثواب. شكرا جزيلا. أنتوا حضرتكم شنو هنا؟ احنا مطوعين من جميع محافظات العراق نقوم بنقدم الخدمة للزائرين بالدرجة الأولى. الزائر يحتاج إلى إسعافات، تعرف الجو حار وأمراض مزمنة عند الزائرين، فالشغلة المهمة بالدرجة الأولى إحنا شغلنا إسعافه بالدرجة الأولى، نقل الأقرب مركز صحي قريب عن طريق التنفس الاصطناعي CPR، نقله بصورة سريعة جدا كمسعفين. الحالات اللي تفطر أو تحتاج إلى علاج أكبر شنو تسولها وعلاج أكبر؟ بالدرجة الأولى إسعافات أولية، يعني إنعاش القلب، تنفس اصطناعي بالدرجة الأولى. بعد ما نجري لهاي الحالات نقوم بنقل الأقرب مركز صحي يقوم بواجبه هو يكمل واجبه، احنا بس مجرد انقاذك، اسعافات أولية بالدرجة الأولى. شنو صار الحد الآن؟ شنو من حالات عندكم تعالجتوها وتعاملتوا وياها؟ حاليا دائما تعرف الجو حار، اختناق، ارتفاع ضغط الدم، السكر، مثلا اكو أجهزة فحص الضغط، سكر الدم، بس نرجلي لها الحالات ماكو غيرها. المراكز الصحية الاختصاص الدقيق هو اللي يجري له
اسعافات اللي يحتاجها الاكثر، احنا اختصاصنا بس مجرد اسعاف اولي. طيب انتم تحكي لي عن مواضيع موضوع الاختناق وبسبب ارتفاع درجات الحراره هالسنه تم وضع مظلات. نعم اكو فرق تحسن اكيد بالدرجه الاولى، درجه الحراره عاليه 50 درجه مئويه، تعرف هاي المظلات والمرشات المائيه ساعدت تقريبا 25 ب 50% قلت من درجه الحراره، واشعه الشمس على الزهر، الزهر قام يتحرك براحته، يعني وقت الذروه اللي هو وقت الظهر، وقت صلاه الظهر تعرف الزائرين يطبون يزورون وقت الصلاه، راح ايش يسوي؟ هاي راح تفرق له هوايه، يعني يقدر يتحرك، يقدر يتنقل من مكان لمكان خصوصا بين الحرمين. وين تواجدكم اكثر شيء بس بهذا الشارع موجودين وين وين مكاناتكم؟ كل مكان نقطه أربع أشخاص ومسعف رئيسي وياهم، دار مدار ما بين الحرمين يم المقام صاحب الزمان 24 ساعة وجبتين وجبتين حبيب قلبي. كلم لي خالو شلون تشوف هنا الناس الزائرين هسه اليوم بدأت الأعداد تزيد، أكيد بهذا نفس الوقت راح يزيد اللود عليكم وشغلكم يكثر. أكيد أكيد يزيد اللود، وإحنا إن شاء الله مستعدين هاي الشغلة إن شاء الله، إحنا بخدمة الزوار، خدمة الزوار قدم ايش يحتاجون نقدم لهم ان شاء الله. مأجورين الله يسلمك. مشكورين الله بالتوفيق ان شاء الله. طبعا مثل ما شاهدنا انه الخدمات متنوعه هنا في كربلاء ومختلفه في طريقه تقديمها للزائر. الزائر حقيقه منذ دخوله مدينه كربلاء المقدسه منذ الدقيقه الاولى تقدم له مختلف انواع الخدمات، الاحتياجات الطبيه الصحيه الخدمية، مأكل مشرب منام، أيضا الجانب الأمني مستتب، هناك نقاط تفتيشية متعددة، الأمن الحمد لله لحد هذه اللحظة مستتب وكل شيء مثل ما مخطط له، وبالتأكيد إن شاء الله مستمر لما بعد الزيارة. والقمة دخول الزائرين أو خلينا نقول وقت الذروة هو بدأ من الآن قرب موعد الصلاة والظهيرة في يوم التاسع، بالتأكيد هو وقت ذروة دخول الأعداد الكبيرة اللي مستعدة كربلاء من خلال خططها التي وضعت لاستيعاب الأعداد الكبيرة الداخلة. عربي؟ عربي عراقي ومطوع عراقي. عظم الله لكم الأجر والثواب. أنا ولكم رحم الله وديك. نعز الأمة الإسلامية باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. نحن مطوعين هيئة كفيل زينب خدام أبو الفضل عباس عليه السلام، واجبنا يعني ندلل الزوار على المكانات اللي يريدون إرشادهم للأماكن اللي يحتاجون. أي نعم احنا واجدكم أنتم وين منتشرين أكثر شيء؟ على العلقمي، سيطر مع العلقمي والكيف وداخل الإمام الصحان. أكيد جنسيات عديدة دخلوا إلى كربلاء، عرب أجانب خليجيين من امريكا من بريطانيا، دخلوا من كل باكستان والهند ومن بريطانيا، حتى من الصين اكو موجودين زوار من الدول العربيه السعوديه البحرين قطر الامارات الكويت من كل دول ايران. شعوركم تتقدم هذه الخدمه للزوار؟ والله شعور احنا مرتاحين، ويعني كانما مو عندنا وفاء عيد لانه نخدمهم وكيفين هم بالزياره. الله يبارك بكم لخدمة زوار الحسين. ممنوني منك. شكرا. تعال يا حبيبي تعال. انتو همين خدام هنا. والله يبارك بكم. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير الجزاء. شنو شغلكم هنا حبيبي؟ احنا متطوعين على شعبة الشؤون الخدمية. نعم. ننظف الشارع بخدمة الزوار. شغلكم من يا ساعة ليا ساعة يبدي؟ نلزم واجب من 7 الصبح لحد 7 بالليل، 12 ساعة. شفتات؟ اي شفتات، احنا دال 12 ساعة متواجدين بالشارع. شعورك وانت تخدم زوار الحسين؟ شعور ما ينوصف. بارك الله. يعني ايش قد ما تحكي ما تقدر توصف من عدة ذرة. وانت خدمة زوار وقريب على ضريح ابو الفضل العباس. فما ينوصف، الله يبارك بك. انت شو تقول حبيبي؟ والله الخدمة هي توفيق من الله، مو أي واحد يعني يجي يخدم وهاي. بارك الله بك. انتوا بس وقت الزيارة تجون هنا تخدموا؟ بس وقت الزيارات. باقي الأيام شنو وظيفتك أنت؟ شنو شغلك؟ أنا مصور. مصور؟ إي. بارك الله بك. حبيبي الله يسلمك. شعوركم وأنتوا تقدمون هاي الخدمة الحلوة لزوار الحسين؟ والله شعور ما يوصف، يعني قد ما نخدموا هاي ماكو تعب، يعني هسه نريد شغلة مثلا أكثر من هاي حتى نخدم.
بارك الله بك، الله يتقبل منكم إن شاء الله. زميلي عمار شكرا لك وأنت تنقل هذه الصورة الجميلة والمشرقة لخدام زوار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. الآن أنتقل إلى زميلي سمير الحميدي وأنت تصف لنا حالة المشهد الكربلائي، تفضل. تحية لك من جديد زميلي في الاستوديو ولضيوفك الأكارم وللسادة المشاهدين، وبعد أن انتقلنا إلى منطقة أخرى تختلف عن المنطقة التي كنا فيها حيث نقف في باب القبلة بالقرب من ضريح العباس عليه السلام، هناك مجموعة من الزائرين يحبون أن ينقلون مشاعرهم في هذه المناسبة الحزينة على قلوبهم، وبالقرب مني أحد الزوار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بداية نقول لك عظم الله أجرك وأحسن لك العزاء. عظم الله أجورنا وأجوركم، نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وشيعة أهل البيت بهذا المصاب الجلل. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى قمر العشيرة أبا الفضل العباس. من وين حضرتك وش قصر لك؟ احنا من الحلة، صار ان هنا 3 أيام نخدم وعندنا موكب هنا هسه حسينيه مفتوحه الحمد لله من باب طويريج. نعم. نقيم بها الخدمه للزوار، ريوق وغدا وعشاء ومبيت للزوار. احسنتم، بارك الله فيكم. احسن الله اليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل لنا. عظم الله اجرك. عظم الله اجرك واجرنا. نعم. من وين حضرتك؟ انا من الاهواز. من الاهواز، اهلا وسهلا بك. جيتوا بالمنفذ البري ولا عن طريق الجو؟ لا والله من منفذ البري، من سلامتك. نعم. شلون كان دخولكم؟ سلاسه الوصول، سهوله الاجراءات ولا اكو صعوبه؟ والله الحمد لله لا اكو صعوبه، والحمد لله وبفضل الله وبفضلكم وبجهودكم ان شاء الله، والحمد لله الخدمه موجودين ومتوفره والحمد لله. شلون شفت الخدمه هنا بكربلاء؟ خدمه المواكب، خدمه تقديم الطعام والشراب، التعامل مع القوات الامنيه؟ والله خدمات متوفره والحمد لله، والقوات الامنيه الله يعطيهم الصحه والعافيه ما قصروا، والخدمات والحمايه هنا ومتوفره وكلش جيد. حياك الله. قلب انت. الله يتقبل ان شاء الله. ايضا بالقرب. اللهم صل على محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء انا اشكر الحكومه لان هاي القناه تمثل الحكومه. هاي تمثل الشعب وتمثل الحكومه. نعم. لما توفر الان احنا الان اول يوم من الزياره السياره توصل الجسر طويريج. نعم. هاي ملاحظه لكل اللي يجي يزور. نعم. هاي الجهود الان الجباره نقل هاي القناه المباركه، انا متابع طبعا قناه العراقيه، تنقل كل ما هو حدث للعراقيين. نعم. ونسال الله التوفيق لهذا ويحفظ هذا الشعب من كل مكروه. نعم. واشكركم على هذه قناتكم، قناه الشعب وقناه الدوله وقناه الحكومه. احنا يعني ننقل يعني مناشدات المواطن البسيط، ننقل الجهود اللي يقوم بها المسؤول. نعم. خصوصا الخدمات، تسهيل الخدمات للمواطن في هذه الزياره. نعم. يمكن احنا يعني هذه السنه شاهدنا يعني لا توجد قطوعات بالشوارع. نعم. كل الطريق سالكه. نعم. يعني السيارات تصل باقرب مكان. نعم. للامام. صحيح هذا الكلام موجود، واحنا هاي القناه انا والله ما قايل للاسلام واول مره يعني، وكنت اتمنى ان يكون هذا اللقاء. القناه العراقيه تواكبنا بكل الاحداث الرياضيه الشعبيه، الجماهير تنقل لنا الاعمال. من تطور اني من السماوه طبعا، من السماوه مدينه الرميثة. الله يعطيك العافيه. شلون شفت الاجراءات؟ الاجراءات كلها جيده لحد الان، كلها جيده والمواكب. واقول لك الواحد اكل موجود الظل هذا، نشكر هذا الشخص اللي تبرع بتظليل ركضه طويريج، والحمد لله واشكر واشكرككم على هذا اللقاء. الله يعطيك العافيه. حياك الله. ايضا بالقرب من صاحب احد المواكب. السلام عليكم. كم السلام. اهلا وسهلا بك. بدايه نقول لك عظم الله اجرك واجوركم ان شاء الله، ونعزي صاحب العصر والزمان امام الحجه عجل الله فرجه الشريف ومصاب جده الامام الحسين عليه السلام. نشوف انه انت يعني صاحب موكب تقدم المي البارد للزوار. نعم. خصوصا احنا في هذا الجو الحار، ايش قصر لك بهذا الموكب؟ والله صار احنا من العام مباشرين، احنا متنقلين من موكب الى موكب. هاي السنه من يوم بديتوا؟ بدينا قبل 3 ايام تجهيزه لحد نهايه الـ40 ان شاء الله. نعم. شلون تشوف يعني الزوار العرب والاجانب راضين عن الخدمه المقدمه لهم؟ الحمد لله، ولذلك ترى جاينا مو بس عرب يعني من ناحيه المحافظات العراقيه، حتى من دول خارجية، جايك من البحرين، جايتك من باكستان، جايتك من الكويت، من قطر، من السعودية، من سوريا، من لبنان أيضا. نعم. إيرانيين، بنغلاديش، باكستانيين، كل متوافدين على الإمام الحسين. نعم، نقول لك إن شاء الله الله يتقبل. الله يسلمك. إن شاء الله، بارك الله بكم. نعم زميلي، كما شاهدت انطباع بعض الزوار القادمين الوافدين إلى العراق، وكذلك خدمة المواكب الحسينية وهم يقدمون الخدمة للزوار. واحب ان يعني اذكر او اجيب على سؤالك الذي سالته عنه قبل قليل. نعم. ان وزاره النقل اعدت
خطة محكمة للتفويج العكسي للزوار، خصوصا ونحن نقترب يعني من ذروة الزيارة. اليوم هو التاسع وغدا هو العاشر. وزارة النقل وضعت خطة متزامنة مع الخطة الأمنية وخطة وزارة الصحة وبقية الوزارات والدوائر الخدمية. هذه الخطة تتضمن يعني خطة العاشر من محرم وكذلك خطة الزيارة الأربعينية، وذلك بتخصيص أكثر من 10,000 حافلة من قبل وزارة النقل، وكذلك تخصيص 16 قطار، وكذلك تجهيز ساحات لإيواء السيارات التي تنقل الزوار إلى مدينة كربلاء المقدسة. كل هذه يعني الإجراءات اتخذتها وزارة النقل لكي تقوم بالخدمة المناسبة للزوار. نعم، شكرا لك زميلي سمير الحميدي من باب القبلة، قبلة الإمام الحسين عليه السلام. شكرا لجهودكم زملائي الأعزاء في تغطية صورة المشهد الكربلائي، وإن شاء الله نتواصل معكم في تغطيات مستمرة لاحقة بإذن الله تعالى. شيخ جاسم، هناك حديث يروى عن الإمام الحسين عليه السلام يقول فيه: وما كانت كتب من كتب إلي فيما أظن إلا مكيدة لي وتقربا إلى ابن معاوية. هل يا ترى أن الإمام الحسين ممكن أن تجوز عليه وتنطلي خدعهم، وكأنه نسي ما مر بأخيه الحسن عليه السلام من غدر؟ وإذا كانوا صادقين بدعواتهم لما يصف الأمر بالمكيدة يا ترى؟ الإمام الحسين عليه السلام لا شبه الأشكال، الصورة واضحة عنده. نعم، ويعلم أن مقتله سوف يكون في كربلاء، وهذا ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وآله ضد الحسين. وهل ذهب للشهادة الإمام الحسين أم لأجل الإصلاح في أمة جده؟ خب الرجل يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسين، ما هي الضغوطات التي جعلت أنه الإمام يعني يخرج من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هي أولا يعني يزيد راد البيعة من الإمام الحسين، طلب البيعة من خلال كتابه، البيعة من أهل المدينة وبالخصوص من الحسين بن علي. نعم، وعبد الله بن عمر بن الخطاب حتى يستحصل الشرعية لحكمه. حسنت. ومن عبد الرحمن بن أبي بكر ومن عبد الله بن الزبير، أربعة مقطاب. ولم يبايعوا فأتيني برؤوسهم، هذول أربعة مقطاب هم يعني. نعم، حسين بن علي يعني، وعبد الله بن عمر يعتبروا مثلا بن الخليفة الثاني، وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير، والزبير بن عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما جعل الإمام الحسين عليه السلام أنه أشار إلى الوليد، قال لأنه الرجل شارب الخمرة، قاتل نفس المحترمة، يعني فاسق ومثلي لا يبايع مثله حتما. بالتالي خرج الإمام الحسين إلى مكة، لكن المعلومة عند سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. نعم، عليه أنه لابد أن يقتل، لكن ما راد الإمام الحسين يكون موتة باردة، هو لو بقي في المدينة يقتل، في مكة يقتل صلاة الله وسلامه يعني عليه. في كل الأحوال يقتل الإمام يقتل الحسين عليه السلام. فبالتالي لقتله لابد أن يكون أثر، وهذا الأثر الذي زرعه سيد الشهداء وجعله الحسين عليه السلام في كربلاء هو امتداد الخط الأصيل للنهضة لأتباع مدرسة أهل البيت بوجه الظالمين، بوجه الطغاة. ولذلك تشوف بعد الحسين الثورات الكثيرة التي جاءت، ثورة سليمان وثورة المختار، ثورة زيد الشهيد، واليوم الخطوط المستمرة بالانتفاضة ضد الظالمين، مثلا فتوى السيد الإمام السيستاني ضد داعش. نعم، داعش يمثل بني أمية بالحقيقة، واليوم الحشد مثل خط الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فبالتالي إنه في رسالة الإمام الحسين، كتب الإمام الحسين، إنه هو يعرف، لأنه عاش في الكوفة مع أبي صلوات الله وسلامه، وعاش الحروب الثلاثة، ويعرف هؤلاء إنه كيف وقفوا بوجه علي بن أبي طالب عليه السلام. تصور لما كانت مسألة التحكيم بين أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص. نعم، جو الخوارج، الخوارج قاتلوا ويا علي ضد معاوية، خوبين شمر وغير شمر، عبد الرحمن بن ملجم، وهؤلاء أصحاب الجباه السود، حفظ للقرآن مولانا، انسحب 100,000 سيف على علي بن أبي طالب، قالوا له أنك حكمت الحكمين والحكمين قد خلعاك، فلا تدخل بعد في إدارة الشؤون الأمة. حسين ينظر لهؤلاء كيف انخدعوا من خلال عملية عمر بن العاص برفع المصاحف. وبالتالي الإمام خامر أراد أبو موسى الأشعري،
راد يعني العباس بن عبد المطلب او مالك الاشهر، قالوا لا الا ابو موسى الاشعري، لاحوا عليه الخوارج. بالتالي قالوا له انك حكمت الحكمين والحكمين قد خلع عقلهم، وانا اللي حكمت الحكمين. شخص الحكم انفرض على الامام صلوات الله وسلامه عليه. مكيده كانت. بلي. فانه يعرف الامام عليه السلام انه النفس الكوفي، هم اهل الكوفه جو قاتلوا في صفين. الامام ضرب لهم مثال. لاحظ استاذ زيد. نعم. ولا سمحت الدكتور. انه الامام كيف ضرب لهم مثال، والمثال كم هو جميل وعلي اجمل سلام الله عليه. قال لهم الكعبه ليس بيتا محجوزا وقبله للناس. الكعبه بيت محجوز وقبله للناس. قال لو الناس اعرضوا عنها لن يستقبلوها في صلاتهم ولا يحجوا اليها، تسقط الكعبه؟ ناثر على الكعبه استاذ زين؟ ناثر عليك. ضرب مثال اخر بمحمد صلى الله عليه واله وسلم او اي نبي من الانبياء، ابراهيم. ان ابراهيم كان أمة مر الدور الوحدة سلام الله عليه إبراهيم. قال لو الناس أستاذ زيد ما أعطوا صوتهم لإبراهيم تسقط نبوة إبراهيم؟ أبدا ما تسقط. ليش؟ لأن من كان نصبه من الله لا يسقط بإعراض الناس. الذي يسقط بإعراض الناس من كان نصبه من الناس. أنا ما منصب من عندكم، أنا منصب من قبل الله عز وجل. شنو أبو موسى الأشعري؟ شنو عمر بن العاص؟ فبالتالي هذا المجتمع الذي كان يقاتل بين يدي علي بن أبي طالب، الحسين موجود ويعرف هذا المجتمع وكيف صار الانقلاب على علي بن أبي طالب عليه السلام. أنه يعرف أنه هناك أكو خيانات، ولهذا لماذا بعث مسلم بن عقيل؟ ليش دز مسلم بن عقيل؟ ليفحص الوضع ليفحص الوضع السياسي ويأخذ البيعة. البيعة قلنا هو ليس منحل للولاية، إنما تعبير عن الطاعة. حتى لا، ومضاف إلى ذلك النقطة المهمة التي أرادها سيد الشهداء، حتى لا يقولون باكر أو الكتب أو المؤرخين يقولون أن الإجا الحسين وفرض نفسه على أهل الكوفة. أهل الكوفة لما يطون صوتهم للحسين هذا يكون أقوى لأهل الحق، أقوى للحسين صلوات الله وسلامه عليه. فبالحقيقة أنه الإمام الحسين يعرف المجتمع الكوفي، ومنهم من كان في المدينة وهم يعرفون الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. عاصر معهم قرابة الأربع سنوات ونيف علي بن أبي طالب في الكوفة، واصطحب جميع أهل بيته عليهم السلام. يعني الحسين ومحمد بن الحنفية، أبي الفضل العباس، أخوتي صلوات الله. صور من 35 إلى يعني 40، قرابة أربع سنوات، ونيف أمير المؤمنين عاش في الكوفة، والحسين مطلع على المجتمع الكوفي. لكن يا ترى أهل الكوفة كانوا يعترفون بحجية أمير المؤمنين علي؟ هي هالقضية الأساسية. كانوا يعترفون بحجية الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لو أقرأ سيرة الإمام الحسن عليه السلام وحربه مع معاوية بن أبي سفيان، هذه الفترة صور جيش الإمام الحسن 20,000، جيش معاوية 76,000. أصلا ما في مشكلة في العدل، الحسين قاتل ب70 رجلا صلوات الله وسلامه عليه. الصور شوف الخيانات في جيش الإمام الحسن، التحق من جيش الإمام الحسن 14,000، التحق في جيش معاوية هناك عدة 76، التحق له 14 صار 90، أصبح جيش الإمام الحسن 6,000. عبيد الله ابن عباس، مو عبد الله بن عباس، أخذ من عبيد الله، عبيد الله بن عباس خان الإمام، صور عم الإمام، خان الإمام الحسن. هذا أنا ذاكره بكتابي بالحقيقة، الإمام الحسن وكشف الشبهات اللي طبعته ب 2010. ذكرت هذا الرجل بالحقيقة كيف خان الإمام الحسن والتحق إلى معاوية. شيوخ العشائر كتيب كان يكاتبون معاوية يقول له لو استطعنا أن نأتيك مكتوف الأيدي بالإمام الحسن شتفة ونجيب الكاية، يعني كان لو أدنى استطاع شوية يكون نكتف، وهذا كان يتمناه معاوية بن أبي سفيان حتى يرد هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فأنتم الطليق. صدقني ما يقتل الإمام لكن يقول له اذهب أنت الطليق، حتى واحدة بواحدة النبي قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وزينب سلام الله عليها خطبتها في الشام العزيز قالت لها من العدل يا ابن الطلقاء، ابن الطلقاء تخديرك حرائر، الى اخر خطبتها سلام الله عليها. فبالتالي انه نجد هاي الخيانات هاي كلها في منظر ومسمع الامام الحسين، والحسين موجود مع اخيه الحسن عليه السلام. لكن كانت خلال فتره الامام الحسن لامامته 10 سنوات من 40 إلى 50، واستشهاده في 7/50 للهجرة. كذلك الحسين امامته 10 سنوات من 50 إلى 60. هسه يجي واحد يقول الإمام الحسن صالح، الحسين جاهد، الحسين أفضل، لا هذا كلام أيضا باطل. إذا كان الإمام الحسن صالح 10 سنوات فالحسين صالح 20 سنة من 40 إلى 60 واستشهاده في أوائل 61. فليس غريب المجتمع الكوفي على سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم من يطرح هكذا الكلام عليه السلام، أنه يعرف حق معرفة هذا المجتمع. لكن المجتمع ما يعرف حق الإمام
صلوات الله، ولذلك كانوا يناقشون الإمام، يقفون بوجه الإمام سلام الله عليه، بوجه أمير المؤمنين علي عليه السلام. أسلفت قبل قليل يعني. نعم. يخاطبوه بكنية علي، ما يخاطبوه بكنية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يا علي إن رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. الجماعة بعد يعني الأول والثاني. نعم نعم نعم. دكتور، هناك شبهة تثار في وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، مفادها أن أهل العراق هم قتلت الإمام الحسين عليه السلام، ثم أنهم يبدون الندم والجزع والبكاء حسرة على مقتل الإمام، مما يظهرونهم بسمة يعني النفاق والخداع والغدر والخيانة. طبعا بدقيقة واحدة هو المتبقي من عمر البرنامج. هذه تهمة باطلة. نعم. هذا التعميم أنه أهل العراق قتلوا الآن، يعني أهل العراق هم مناصرون يلبون هذا عندما هذه ألام الناصر أن ينصرنا. متى قالها الإمام الحسين؟ عندما قتل جميع أصحابه وأهل البيت، أيضا القائل الحجة على الآخرين. يعني الإمام الحسين يبكي على الذين يقتلون، لماذا تبكي؟ أبكي على هذا الذين سيدخلون النار بسبب قتلي. فلذلك هذه الحجة يعني مردودة، لأن من أمر بقتل الإمام الحسين هو يزيد لعنه الله، من نفذه هو عبيد الله بن زياد، من قام بالقتل لا ينتمون إلى فئة معينة من الكوفة ومن خارج الكوفة وغيره. لا هذا التعميم غير مقبول. هناك من ناصر الإمام الحسين، هناك من دفع حياته ثمن قتل حتى قبل الوصول الإمام الحسين، هناك من سجن مثل ما تفضل الشيخ، هناك من سجن، وأيضا هناك من ذهب. الإمام الحسين يقول الناس عبيد الدنيا والدين على لعق على في ألسنتهم، وإذا محصوا بالبلاء قل الديان. وهذا بلاء، هو بلاء هذا بالتأكيد قل، يعني من نصر الإمام الحسين بالتأكيد هم قليلون. بالتأكيد هذه قضية جدا مهمة. نحن هذه القضية لا يمكن أن نطلق نقول كل من أهل الكوفة لا منعوا من مناصرة الإمام الحسين، لا، بالتأكيد هناك من ذهب وراء المال وراء المنصب وراء يعني، ومنهم عمر بن سعد ومنهم كثير من، لكن هناك من ثبت، هاني بن عروة دفع ثمن حياته، حبيب بن مظاهر، يعني هناك من وقف في معسكر عبيد الله بن زياد، هناك بعضهم يصلون إلى يعني من القراء ومن الصحابة. نعم. وفي المعسكر الآخر. نعم. هذه القضية تبقى، هذه الصراع الخير والشر موجود. وضرب سمحت الشيخ عبيد الله ابن عباس، هو ابن عم الرسول، خان الإمام الحسن، خان. نعم. الإمام وذهب ليس بوحده، ب5000 من الجيش، يعني ذهب بجيش كامل سلمه. الوعي هو الأساس بالتأكيد في الفرز بين الحق والباطل. يبقى قيام الإمام الحسين إلى قيام الإمام الحجة إن شاء الله. يقول جلال الدين الرومي: الحقيقة عذراء بتول ليس لها أبناء، فريدة لا تتزوج بأحد ولا تنجب بعكس الكذبة. وفي محاولة البحث عن تلك العذراء البتول في كل حلقة من حلقات صباحات حسينية، سيكون لنا موعد يومي في البحث عن الحقيقة، حقيقة كربلاء الحسين. سادتي الأكارم، انتهت حلقة اليوم. الشكر والتقدير والاحترام لضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ جاسم الساعدي وجناب الدكتور سعد التميمي، والشكر موصول حتما والثناء للجهود الراقية لشبكة مراسلي شبكة الإعلام العراقي في نقل وقائع ما يجري في كربلاء. سادتي المشاهدين الأكارم، تقبلوا تحياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم زيد حميد، دمتم بحفظ الله وحب الحسين عليه السلام.